السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن ازاي ان احنا نعمل اكسس على الممبرز بتاع الستراكشرز او الكلاس في السي بلس بلس. هنروح بس ناخد الدي ريفرنس دوت سي بلس بلس دوت، ناخده كوبي وبعدين نبتدي نحطه في البروجكت بتاعنا اللي هو البيست، ونبتدي ان احنا نفتحه. اول ما نفتحه هنلاحظ حاجتين. هنلاحظ اولا ان احنا عندنا ستراكشر فوق اسمها ستراكت اس، فيها ثلاث ايه عناصر او ممبرز، كل واحد من دول يا جماعة اسمه ممبر، وانت ايه انت بي انت سي. وهنا في المين ميثود بتاعتنا بنعرف متغير من النوع استراكت اس وبنسميه اس لور كيس اس، وبعدين بنعمل له انيشاليزيشن، بنقول له حط لنا في الايه، حط لنا الايه بواحد والبي باثنين والسي بثلاثه، وبعد كده بنطبع اس هاز ممبرز كذا كذا كذا، اس دوت اي اس دوت بي اس دوت سي. لو جينا ان احنا مع بعض كده نعمل ران للابلكيشن دهوت، تمام، هنبتدي ان احنا نستنى لما يخلص هيقول لي اس هاز ممبرز اي سوى 1 بي سوى 2 سي سوى 3. احنا علشان نوصل يا جماعه للاي اللي جوه الاستراكت اللي اسمها اس سمول دهوت، الاوبجكت بتاع الاستراكت دهيت، استخدمنا الدوت اوبريتور. الدوت اوبريتور ده يا جماعه عباره عن ممبر اكسس اوبريتور، يعني ايه؟ يعني بيوصلنا للعناصر الداخليه اللي جوه الاوبجكت نفسه، تمام. ولانه اوبريتور يوني اوبريتور، تمام، تقدر انت تحط هنا مسطرات براحتك عادي خالص، وتعمل كنترول اس اس عشان سيف، وبعدين تيجي تعمل ران وهتلاقيه شغال معاك مفيش مشاكل برضه، تمام، لانه ممبر اكسس اوبريتور. طيب يا جماعه استنى بس لحد ما يظهر لنا فعلا، قال لي اي سوى 1 بي سوى 2 سي سوى 3 وما قالش اي مشاكل، تمام. طيب يا جماعه دلوقتي لو احنا شغالين بالبوينترز وكده، خلينا مثلا نعرف متغير من نوع استراكت اس، بس هنخليه بوينتر، نسميه اس بوينتر، وهنقول له يساوي الريفرنس اوف الاس العاديه، وبعدين هنقفل السطر بتاعتنا بالسيمي كولم، السطر بتاعنا العباره البرمجيه بتاعنا بالسيمي كولم. عايزين بقى نتعامل نطبع العناصر اللي جوه البوينتر دوت اللي هو الاس بوينتر، تمام. عشان نعمل كده هنستخدم اوبريتور جديد بيعمل لنا حاجتين مع بعض، تمام. الاوبريتور دوت بالشكل دوت بيبقى ماينس زائد وبعدين علامه اكبر من. الاوبريتور ده بيعمل حاجتين، بس معلش يا جماعه هنقول له بس اس بي لانه الاوبريتور ده بيتعامل مع البوينترز بس، تمام. الاوبريتور ده اول حاجه بيعمل دي ريفرنس، بيعمل دي ريفرنس للبوينتر دوت، يعني بيرده للاوبجكت نفسه، وبعد كده يبتدي انه يعرض لنا، يعمل لنا اكسس على الممبرز اللي جواه، تمام. وبالتالي هيعرض لنا نفس النتيجه بالظبط، مفيش مشاكل، بس هنلاحظ ان احنا بنتعامل مع البوينتر نفسه. يعني لو جينا نعمل ران كده، تمام، هيبتدي ان هو يعرض لنا نفس النتيجه برضو، ما فيش اي مشاكل. نقدر ان احنا نكرر السطر مثلا، يعني ممكن ننزله على سطرين كده علشان المساحه، تمام، وبعدين نعمل كنترول وسي وننزل سطرين ونحط كنترول وفي. نقدر ان احنا نستخدم الاس بس، هنقول له مثلا اس دوت اي ونقول له اس دوت بي دوت اسف دوت بي، وبعدين هنقول له اس دوت سي، تمام. كده احنا استخدمنا الاثنين دولت، التو اوبريتورز دولت. لو جينا نعمل ران كده هنلاحظ فعلا انه هيبعت لنا اول واحد هيستخدم الدي ريفرنس اوبريتور، وبعت لنا نفس النتيجه بالظبط زي ما بنستخدم الممبر اكسس اوبريتور العادي اللي هو الدوت، تمام. بكده نكون خلصنا الدرس النهارده. ان شاء الله هنتكلم بشيء من التفصيل لما نيجي عند الكلاسز، هنشرح الفرق ما بين الكلاس وال الكلاس والاستراكشر في السي بلس بلس. هما متشابهين جدا، لكن في شويه فروق بسيطه هنبقى نعرفها مع بعض ان شاء الله.